بالفعل يعني احنا الان في سنه 2020 ف بوجود الاحتراف الان في المغرب اعتقد ان بامكان اللاعبين اجراء مباريات في كل ثلاث ايام فما غاديش يكون هناك واحد العائق بالنسبه للاعبين لان الان يعني بالامكانيات وبالظروف اللي كيعيشوها وبالامكانيات اللي موفرينها الفرق فاعتقد ان الا بغينا يكونوا عندنا لاعبين في المستوى يكون عندنا لاعبين في البطوله اللي يلتحقوا بالمنتخب الوطني ويكون عندهم واحد النسق باش انهم يجاوروا المباريات الكبيره وأننا نكون دائما في القمه ف فمن الضروري اننا نلعب مباريات في كل ثلاث ايام لان غادي تساعد اللاعبين بشكل كبير وما غادي تشكل يوم ب... ما غاديش يكون هناك عائق امام اللاعبين بالعكس يعني اللاعبين لما يبداو يلعبوا مباريات في كل ثلاث ايام فكنشاهدوا الان يعني الدوريات الكبرى ولا الفرق الكبيره دائما ما كيلعبوا مباراه في كل ثلاث ايام وهذا كيخلي ان اللاعبين ان يتحسنوا ويكونوا في واحد اللياقه بدنيه عاليه لان كثره المباريات تعود بالنفع على اللاعبين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير في وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي